تعريق جديد لمخيم للنازحين في البقاع يودي بحياة طفلة. حاملة طائرات أمريكية تسقط طائرة إسرائيلية. قطر توقف عداد المهلة وترد. قطر is not an easy country to be swallowed by anyone. انتخابات فرعية في طرابلس وكسروان. هل القوى السياسية مستعدة تعمل بروفا على الانتخابات النيابية القادمة؟ السلك الدبلوماسي للعازبات فقط. هذا مش إنجاز، يعني يكون هذا أقل شيء أن نعمله. صباح الخير. فيما كانت دول الحصار توقع مرسوم تمديد مهلة العشرة الأواخر يومين إضافيين، كان الرد القطري يعبر الأجواء إلى الكويت على قاعدة أفضل وسيلة للدفاع الهجوم برسالة رسمية من أمير البلاد تميم بن حمد الثاني، حملها وزير الخارجية محمد عبد الرحمن الثاني وسلمها لأمير الوساطة. الرد مصنف بعنوان توب سيكريت، لكن الرد مقروء من عنوانه ومن التصاريح المعلنة لأولياء الأزمة وعلى رأسهم خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع الذي أمل عدم الوصول إلى مرحلة التدخل العسكري، وفي الوقت نفسه قال نحن مستعدون له. وأضاف العطية أن قطر دولة ليس من السهل ابتلاعها، ونحن تلقينا طعنة في الظهر من قبل الأشقاء. 48 ساعة إضافية استمهلت فيها دول الحصار نفسها قبل أن تهمل الدوحة وترمي عليها الفراق، كما ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي هون من احتمال التصعيد إلى التلميح بخلع الدوحة من بيت التعاون وعدم رمي الطلاق البائن عليها، في وقت رفضت قطر الانصياع لشروط العودة إلى بيت الطاعة الخليجي ووصفت ما يدبر لها بالانقلاب الناعم. وعليه فإن المهلة الممددة تنتهي يوم غد الأربعاء، حيث يعقد لقاء رباعي بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين في القاهرة لتبادل الرؤى وتقويم الاتصالات الإقليمية والدولية بشأن الأزمة. وفي الانتظار فإن الأزمة القطرية الخليجية خرجت من عباءة البيت الواحد، وتبعاتها أصابت واشنطن بدائل الشقيقة القطرية التي كغيرها من دول الخليج تستثمر في الاقتصاد والأمن والعلم والسوق العقاري الأمريكي، ما أحدث شرخا في السياسة الأمريكية بإدارة هذا الملف. ففي حين يسعى الرئيس دونالد ترامب لابتزاز الجميع بعد حمولة المليارات السعودية ومعه مستشاروه وأبرزهم صهره جاريد كوشنر، فإن البيت الأبيض يدلي بمواقف متناقضة ويتجاهل مساعي وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي أجراها مع نظيريه الكويتي والقطري لإيجاد تسوية في الملف الخليجي، ومرد التخبط الأمريكي إلى غرفة العمليات في تل أبيب التي تجهد لتفكيك مجلس التعاون الخليجي. السياسة الأمريكية الضالة تجاه الخليج تنطبق على غيره من ملفات المنطقة الساخنة، ولعل أبرزها الملف السوري، حيث بدا الانقسام واضحا داخل إدارة ترامب بين صقور تدعو إلى وقف زحف الجيش السوري باتجاه الحدود العراقية وتجنح نحو نهج أكثر قوة، تحذر وزارتا الخارجية والدفاع من مخاطر الانزلاق نحو حرب مباشرة مع نظام الأسد. أما اليمن فغير بعيد من هذا التخبط، إذ تغلب الدبلوماسية الأمريكية الحل السياسي على العسكري، في حين أن إدارة الظل في إسرائيل لا يضيرها بقاء قوى التطرف في اليمن وانتشارها في القرن الأفريقي. أمام هذه المشهدية يبدو لبنان كقطرة في بحر الأزمات التي تعصف حوله. وبعدما تجرع كأس التمديد المرة للمرة الثالثة، يستبق الوعد الربيعي ويستعد في الخريف لانتخابات فرعية يملأ بها شواغر طرابلس وكسروان.
بعد الحريق الهائل لمخيم النازحين في قبلياس أمس الأول والذي أودى بحياة طفلة وأوقع عددا من الإصابات، اندلع حريق كبير فجر اليوم في مخيم آدم للنازحين السوريين في بر الياس البقاعية على طريق دير زنون رياق، ما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة. وأفاد مراسلنا في زحل حسن الجراح أن الحريق الذي تسبب به ماس كهربائي أتى على 22 خيمة من أصل نحو 185 يضمها المخيم، وقد عملت آليات الدفاع المدني على محاصرة النيران ومنعها من الامتداد إلى باقي الخيم. كذلك حضرت سيارات الصليب الأحمر اللبناني وعملت عناصرها على نقل المصابين إلى المستشفيات. وكان وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي قد تفقد مخيم الرائد في قبلياس الذي تعرض للاحتراق، يرافقه مسؤول عن المفوضية في الأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان. واطلع المرعبي على أوضاع النازحين في المخيم آملا أن يعود اللاجئون إلى ديارهم مكرمين آمنين، ورأى أن الدعوات إلى التنسيق مع النظام السوري بخصوص عودة النازحين السوريين إلى ديارهم هي دعوات لتعويم النظام المجرم، معلنا رفضه أي تنسيق مع دمشق. وقال بإمكان النظام السوري أن يصدر إعلانا يدعو من خلاله النازحين إلى العودة بأمان إلى ديارهم، لافتا إلى أنه لا يرى أي أمل في هذا الموضوع سوى معالجة الأمر عبر الأمم المتحدة المعنية بموضوع اللاجئين. وأضاف المرعبي حدودنا مفتوحة لأي نازح يريد العودة إلى سوريا، مؤكدا أن هناك انقساما في الحكومة حول هذا الموضوع. إقليميا، أسقطت حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش طائرة إسرائيلية من دون طيار انطلقت في اتجاهها من منطقة ميناء حيفا وكريوت. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت لها أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش الراسية قبالة سواحل مدينة حيفا اضطرت إلى التشويش على طائرة صغيرة إسرائيلية مسيرة انطلقت في اتجاهها من منطقة ميناء حيفا وكريوت وأسقطتها، وأن إسقاط الطائرة جاء تنفيذا لقواعد الحماية المتبعة على متن حاملة الطائرات التي تعد من أكثر إجراءات الحماية تشددا ولا تأخذ على عاتقها أي مخاطرة مهما كانت صغيرة. وكانت إسرائيل قد أوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون على إثر حدث أمني لم توضح طبيعته، ما تسبب بتأخير مواعيد إقلاع الطائرات وهبوطها. الكويت تتسلم من قطر الرد على مطالب الدول المقاطعة. لم تنتظر قطر انقضاء مهلة اليومين الإضافيين التي توسطت فيها دولة الكويت ووافقت عليها السعودية وحلفاؤها، فأوفدت وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى الكويت حاملا الرد القطري الرسمي على شكل رسالة موجهة من الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بشأن قائمة المطالب 13 لدول الحصار. تسلم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تضمنت الرد القطري على قائمة مطالب دول الحصار. ومع أن مضمون الرد لم يكشف عنه بعد، إلا أنه ما من مؤشرات إلى أي رد إيجابي من قطر على تلك المطالب، بل على العكس، إذ سبق أن أعلن مسؤولون قطريون في الأيام الماضية رفض الدوحة الضمني لتلك المطالب، لسيما ما قاله وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني من أن قائمة مطالب دول الحصار وضعت لكي ترفض. كذلك اتهم وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطي الدول الأربع بأنها تسعى لتغيير النظام في الدوحة، مشددا على أن القطريين مستعدون للدفاع عن بلادهم. آمل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائما على أهبة الاستعداد ونحن مستعدون للدفاع عن بلادنا. قطر أثبتت تاريخيا أنها دولة ليس من السهل ابتلاعها. نحن نشعر أننا تلقينا طعنة في الظهر من قبل الأشقاء. عام 96 كانت هناك محاولة انقلابية عنيفة، وعام 2014 كانت هناك محاولة انقلاب ناعم، وعام 2017 هناك محاولة انقلاب ناعم.
وأمام هذه التطورات ينتظر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة الأربعاء المقبل لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر، على الرغم من تأكيد الدول الأربع وعزمها على ممارسة مزيد من الضغوط واتخاذ إجراءات إضافية جديدة على الدوحة. هذا الموقف ظهر جليا في موقف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي هدد في حديث إلى شبكة CNN بتصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية، وتوقع أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب. وكشف قرقاش أن مراقبين سيتحققون من أن قطر تعمل لضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين واتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنفين إرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض قناة الجزيرة على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر. وكانت مهلة الأيام العشرة قد انقضت ليلة الأحد قبل أن يتوسط أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لتمديد المهلة أمام قطر. إلى طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة 48 ساعة. ولتعود الدول المحاصرة وتصدر بيانا مشتركا تعلن فيه موافقتها على الطلب الكويتي، وتقول إنها سترسل ردها بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقويم استجابتها لقائمة المطالب كاملة. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في الرياض أعلن عزم بلاده على درس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن الهدف من الإجراءات ضد قطر هو تغيير سياساتها التي تضر بنا. بحثنا موضوع المنطقة ابتداء بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي، واطلعت ما عليه على آخر التطورات فيما يتعلق ب الأوضاع مع قطر. كلنا اتفقنا فيما يتعلق بقطر على أهمية وقف دعم تمويل الإرهاب ووقف دعم التطرف ووقف التحريض وبث الكراهية والتدخلات في شؤون دول الجوار، وعبرت لما عليه عن تطلع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين وجمهورية مصر على أن يكون رد الأشقاء في قطر على طلبات الدول الأربعة إيجابيا لكي نستطيع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة. واطلعت أكدت لما عليه على حرص الدول الأربعة على بناء أفضل علاقات مع الأشقاء في قطر، وأكدت له أن الهدف من وراء الإجراءات التي تم اتخاذها هو تغيير في سياسات قطر التي نعتبر أنها تسيء لقطر ولدول المنطقة وللعالم. فنحن نتطلع لاستلام هذا الرد ودراسته بدقة ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها. اتفقنا على إنهاء أي دعم للإرهاب والمنظمات المتطرفة في المنطقة، ونتطلع إلى العمل البناء لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استقراره، لأنه الضمان للاستقرار في المنطقة، ونحن مهتمون بوحدة المجلس، وندعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت ونظير الأمريكي راكس تيلرسون، ونرى إمكان التوصل إلى حل معقول هدفه الحفاظ على العلاقات الجيدة بجيرانه والتوصل إلى آلية تنهي تمويل الإرهاب في المنطقة وخصوصا في الخليج. موجة الحر مستمرة والمعدلات سقطت أمام حرارة الأيام الماضية. شيء بموت يمكن شي 38 نار راح موت من الشوب. والله هذا الجو عندنا ربيع، انتوا عندكم اليوم 38 على ما اعتقد، يعتبر ربيع عندنا، الجو حلو. الشوب موت حريق. اما المبرد واما المروحه، وان تعذرا فزينه الحياه البيروتيه محرمه وزجاجه ماء في ظل موجه الحر التي تحتل الاراضي اللبنانيه منذ يومين. منطقة بيروت وصلت 34 درجه، هذه درجه فوق المعدل
اللي عنا إياه لهالشهر لشهر تموز عادة. قديش المعدلات كانت بالسنوات الماضية؟ بالنسبة لمعدل شهر تموز المعدل عم بيكون بين 24 و 32 درجة، تخطت تقريبا درجتين، وصلت لل 34 درجة بمنطقة بيروت، يعني فوق الحد الأقصى المسموح فيه خلال هالشهر. هلا بالعادة نحن الحرارة من إيسها بالفي، بالفي وصلت درجة الحرارة ل 34 درجة، بس بالواقع الفيلينج تبعها أو الإحساس لأن الرطوبة عم تكون مرتفعة عم يشعر المواطن بحدود الـ 42 إلى 43 درجة. رقم قياسي جديد سجل، فهل يكسر قريبا أم يصمد؟ إجمالا بالمناطق الساحلية اعتبارا من الأربعة ببلش تنحسر وبيشعروا فيها المواطنين، بالنسبة للمناطق الجبلية اعتبارا من بكرة بتنزل درجات الحرارة بحدود الدرجتين، حتضلها مرتفعة. الفيلينج هو للنهار الأربعة بتبلش يشعروا عامة اللبنانيين أنه عم تنحسر الموجة. هلأ بالعادة نحن بعدنا بتموز، بعد في شهر آب، معدلات شهر آب هي 33 درجة درجات الحرارة القصوى، وأكيد بعد نحن بأول الصيفية يعني بعد في موجات حر حتجي. إلا أن الشمس الحارقة تخبئ في ظلها بشرى سارة للبنانيين، إذ أكدت مصادر خاصة بقناة الجديد من كهرباء لبنان أن ساعات التغذية سترتفع في الأيام المقبلة في جميع المناطق بعكس الصيف الماضي، وستصل كمعدل إلى 18 ساعة باستثناء بيروت التي تتغذى بواحدة 21 ساعة بناء على توصيات مجلس الوزراء. حسان الرفاعي، قناة الجديد. وزير الداخلية يعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في طرابلس وكسروان لانتخابات فرعية في أواخر شهر أيلول المقبل. في المجلس النيابي الحالي 3 مقاعد فارغة و125 مقعدا ممددا، فباستقالة النائب روبير فاضل في أيار من العام الماضي وانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية ووفاة النائب بدر ونوس في كانون الثاني، تقلص عدد النواب من 128 إلى 125. المادة 45 من القانون 25 على 2008 تنص على أن تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة في غضون شهرين من تاريخ الشغور، وأن لا يصار إلى انتخاب الخلف إذا حصل الشغور في الأشهر الستة الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس، وعليه لم تلتزم السلطة المادة في حالات الشغور الثلاث. في اجتماع لجنة المال والموازنة كشف النائب إبراهيم كنعان أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيتقدم بتقرير مفصل عن تصوره لإجراء الانتخابات النيابية العامة والفرعية، فما الخطوات التي على وزير الداخلية اتباعها؟ وزير الداخلية يعد مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يوقع المرسوم ويحدد تاريخ للانتخابات الفرعية، يحيل إلى رئيس الحكومة للتوقيع ومن ثم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع. هذا كله مصر. وزير الداخلية الأسبق زياد بارود الذي واجه ظرفا مشابها بعد اغتيال النائب أنطوان غانم يؤكد أن لا مساحة رمادية فيما يفرضه الدستور، على أن السياسة شيء والدستور شيء آخر. وقت اللي تشكلت حكومة الرئيس سنيورة كان حاصل الوفاة وبالتالي الشغور بالاغتيال، حضرت مشروع مرسوم لأنه هيك وجباتي لإجراء انتخابات فرعية، وقعته وأرسلته إلى رئاسة الحكومة، وكانت القوى السياسية كلها مجمعة على عدم إجراء انتخابات فرعية، بس أنا عملت واجباتي. أما القانون الذي ستجرى الانتخابات النيابية الفرعية على أساسه فحسم بمجرد إقرار القانون الجديد. ما في حالة رمادية، لأنه القانون الجديد يعني القانون 44 يلي صدر مؤخرا بيحدد بالمادة 43 منه بكل وضوح شو الآلية، بيقول لك أنه الانتخابات الفرعية تجري على أساس الدائرة الصغرى ووفق النظام الأكثري، نص كتير واضح، وبيقولوا بنطبق الأحكام القانون 2008 القانون 25 على 2008 بما لا يتعارض مع هذا القانون استثنائيا. ولأن التجربة تؤكد أن قوة الدستور والقوانين أضعف من قوة السياسة، وجب السؤال إذا ما كانت الانتخابات النيابية العامة في أيار عام 2017 ستطير الانتخابات الفرعية المزمع إجراؤها في أيلول المقبل. إذا عم نحكي سياسي، السؤال هو هل القوى السياسية مستعدة تعمل بروفا على الانتخابات النيابية القادمة، علما أنه ما كثير لهم علاقة ببعضهم، لأنه الانتخابات الفرعية هي على نظام أكثري، فيما الانتخابات القادمة مفروض تكون على نظام نسبي، وهيدي وفي فوارق كبيرة بيناتهم. فالبروفا منا كثير بروفا، بس كمان عند الناس يمكن وبالمجتمع
بنتيجه يمكن تعطي انطباعات معينه قد ترغب بعض القوى بتجنبها. مجلس نيابي مدد لنفسه 3 مرات بذريعة الظروف الاستثنائية عجز عن إجراء انتخابات لملء شغور مقاعد فرغت لظروف غير استثنائية. آدم شمس الدين، قناة الجديد. وزير الخارجية جبران باسيل يصدر قرارا بمنع النساء المتزوجات من دخول السلك الدبلوماسي، فما صحة الخبر؟ وين كارولاين؟ كلامي أبن إجيب على قاعدة جسمه لبيس انتشرت موجة شائعات تتهم وزير الخارجية جبران باسيل بإصداره قرارا يمنع بموجبه النساء المتزوجات من تقديم طلب الترشح إلى السلك الدبلوماسي لدى مجلس الخدمة المدنية، غير أن الواقع ينفي ذلك، مع تبيان أن هذا القرار صدر بموجب المرسوم رقم 1306 من عام 71، والمفارقة أن الوزير المتهم نفسه كان قدم مشروع قانون يبطل شرط العزوبة لدى النساء اللواتي يردن الانضمام إلى السلك. أنا تقدمت بقانون فيه لمجلس الوزراء، مشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء، بعد بده إقرار بمجلس النواب. هذا مش إنجاز، يعني يكون هذا أقل شيء أنا نعمله. حتى الآن لا يزال مشروع القانون عالقا في أدراج مكاتب المجلس، مماطلة غير مستغربة عندما يتعلق القانون بالإنصاف بين النساء والرجال. وإذا القانون يلائم الواقع في حينه فإنه من دون شك ينتفي جملة وتفصيلا اليوم. كان له سببين، سبب سياسي وسبب واقعي. سبب سياسي أنه طيب هالمرأة اللي تقدمت لمجلس الخدمة رح تصير دبلوماسية، رح تصير سفيرة، حاملت ممثلي كل السلطات في البلد يلي هو فيه، ومن هنا انه طيب ماذا ان تزوجت شخص مثلها مرتبط بوظيفة رسمية عامة، كيف بدها تعمل لا توفق بين مصالح لبنان وبين يعني زوجها ومصالح زوجها. طب العكس مش صحيح، ربما كان رجل وتزوج بمرأة أجنبية، ليه عم ينطبق على النساء وما عم ينطبق على الرجال؟ حتى الرجل اللي هو دبلوماسي عندما بده يتزوج أجنبية كان يخضع لإذن خاص، وصعب جدا، ما كان يعتبر أو يعتقد بأنه سيخضع الرجل يعني لسلطة زوجته السياسية. ولي سبب آخر اللي هو سبب عملاني، أنه بالماضي ما كان سهل، يعني كان 60% من دول العالم خاصة في زمن السوفيتي والزمن الاشتراك الشيوعي 60% من دول العالم من الصعب جدا لمرأة أن تعيش لوحدها فيها دون زوجها ودون عائلتها. النساء المتزوجات سيبقين خارج السلك الدبلوماسي إلى حين إقرار مشروع القانون المعدل من مجلس نواب ذي الأكثرية الذكورية. حتى الفتيات العازبات متى دخلن السلك فاختيارهن الشريك بعد التعيين بحاجة إلى إذن وموافقة من أولياء الوظيفة. لعل سعد، قناة الجديد. بعد الإعلان تهديد بطرد النازح. أهلا بكم من جديد. رئيس بلدية حلب يهدد بالتصعيد وأغلاق مخيمات النازحين السوريين كافة. بعد تصاعد مظاهر الإرهاب في بعض مخيمات اللجوء السوري، أكد رئيس بلدية حلب عبد الحميد الحلبي أن الأمور لم تعد تحتمل في ظل غياب البنى التحتية المطلوبة في المنطقة، وأضاف إن البلدية تجهد لخدمة أهل البلدة وهي عاجزة عن تحمل تبعات النازحين ومسؤولياتهم. هن منتشرين بكل مجالات كل حلبة، يعني ما في مخزن، ما في شقة فاضية إلا ما ساكنين فيها، وهلا أكثر شيء قاعدين بالسهل خيام، وهالخيام كلها تمن أهلة، لا بنية تحتية ولا مجرير ولا شيء، يعني لحتى لي كمان ما احترمي لأن عم يجيبوا معن غنم وعم يجيبوا معن بقر، وحكينا مع سعادة المحافظ وبكفي كمان عندن شبيحة وعندن كذا، نحن بقى فعلا ما فينا نتحمل كبلدية حلبة متارات وشغلات وكذا، يعني ما فينا بقى فعلا نحن نتحمل.
وقال نحن نتباحث مع اتحاد البلديات للقيام بخطوات تصعيدية من ضمنها إغلاق مخيمات النازحين الواقعة في بلداتنا قبل أن نتحول جميعا إلى نازحين. وأمل أن يسعى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعب لدى المؤسسات الدولية لإيفاء حلبة شيئا من حقوقها ومساعدتها على تحمل أعباء النازحين قبل أن تضطر مجبرة إلى طردهم من أماكنهم. نتائج الامتحانات الرسمية تصدر السبت. لجنة المال تقر موازنة الداخلية، قرض صحي من البنك الدولي، وأخبار أخرى في هذا التقرير. أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة سوف تصدر في 11 من قبل ظهر السبت المقبل. عقدت لجنة المال النيابية جلسة بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقد أقرت موازنة وزارة الداخلية في الاجتماع على أن تضاف البنود المعلقة في موازنة الداخلية إلى اللجنة الفرعية التي شكلت سابقا لموازنة وزارة الدفاع. عندنا بعض الملاحظات اللي عطوها النواب، حكيت عنها، موضوع السلاح المتفلت بمعنى إطلاق النار وغيره، حكينا بمكنن الدوائر النفوس واستوضحنا عن هذا المشروع، حكينا عن الانتخابات النيابية الفرعية وكذلك الأمر البلدية. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاسباني، وجرى تداول ملف الصحة. هي خطة أساسا هذه انعطت للبنان بإطار تمويل استثنائي للبنى التحتية اللبنانية، أوله بسبب وجود النزوح السوري، ولهالسبب هذا القرض ميسر جدا، وجزء كتير منه هبة وجزء قرض بفوائد كتير قليلة على مدى 30 سنة نبدأ بدفعها بعد 7 سنوات. زار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولة تويني مستشفى البوار بمرافقة عدد من نواب المنطقة وفعالياتها، مطلعا على الوضع فيه، وكان في استقباله العميد المتقاعد شامل روكوز والنائب الممدد لنفسه نعمة الله أبي نصر. مش عدينك التجهيز اللازم، مش عدينك الصلاحيات اللازمة لأخطر موضوع عم نعيشه نحن، هو الفساد اللي متفشي بكل أجهزة الدولة. نطلب من معالي وزير دولة الرئيس غسان حاسباني حالا وفورا يعني يعمل جهد مهم جدا وصرف الأموال لنرجع نشغل محركات الكهرباء ونشغل التكييف ونشغل هالمستشفى اللي هو معقل مهم للطب لبنان وللطب المنطقة. غصت أرجاء معهد تدريب قوى الأمن الداخلي في عرمون بالملتحقين الذين حضروا هذا الصباح بأمتعتهم الشخصية إلى المعسكر التدريبي الذي تستمر دورته نحو 4 أشهر بإشراف ضباط من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وذلك لملء الوظائف الأمنية والإدارية واللوجستية كل بحسب اختصاصه. واللافت الكوتا النسائية التي برزت للمرة الأولى في المديرية العامة لأمن الدولة محققة 28% من عدد المتطوعين الإجمالي. عقد رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس مؤتمرا صحفيا على أبواب المهرجانات الدولية التي ستنطلق في 7 من الجاري على مدرجات بعلبك الدولية، ودعا فيه اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلى حضور المهرجانات في أجواء أمنية هادئة يحافظ عليها الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفق خطة مكررة من أجل الحفاظ على الوضع الأمني وسلامة السياح والقادمين. بحب طمن وأكد أنه الوضع بمدينة بعلبك وبمنطقة البقاع الشمالي والبقاع بشكل عام من الناحية الأمنية مطمئن جدا ومستقر، وما في أي إزعاج للناس اللي بدهم يجوا يحضروا مهرجانات بعلبك، لا من الناحية الأمنية ولا من ناحية المواصلات ولا من أي ناحية تاني. فكل المعنيين بهالمهرجانات استكملوا كل التحضيرات سواء التحضيرات اللوجستية أو الفنية، والتجارب الفنية على قدم وساق من كم يوم وبالجاي، والتدابير الأمنية نحن كلنا ثقة بالجيش وبقوى الأمن الداخلي وبكل المعنيين أنه رح يكون الأمن بشكل دائم بالبقاع مش بس بالمهرجانات، أمن مؤكد ومستقر وإن شاء الله أنه ما بيصير أي حادث.
منتدى فنانين متحدين يرفهون عن المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال الفن التشكيلي. تحت عنوان ألواننا لكبارنا، نظم منتدى فنانين متحدين نشاطا تشكيليا في مركز الخدمات الاجتماعية بطرابلس بمشاركة فنانين تشكيليين من كافة المناطق اللبنانية، وتشاركوا مع المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة برسم لوحة تشكيلية تعبر عن مشاعرهم، وكل بحسب طريقته. الفن التشكيلي الاجتماعي اللي بيقدم رؤى اجتماعية. الفن ليس حكرا على من يملك قيمة العمل الفني أو اللوحة. نحاول أن يكون الفن له أيضا شريحة أخرى. هذا العمل إذا ما لقينا مين يدعمنا يمكن نوصل إمكانياتنا توصلنا لربع الطريق لنص الطريق، بس بعدين مش رح نكفي. لذلك أنا من خلال منبركم وبتمنى أنه هالرسالة توصل يلي قادر يساعد ويدعم، لأنه هذا العمل في مردود معنوي مش طبيعي. كثير فرحتهم كثير كبيرة، قلت لهم هلا أنتم صرتوا فنانين مشهورين وبده ينعمل معرض وينحكى فيكم، لأنه هيدا كثير بيرد لهم اعتبارهم. نحن هاي الشيء بنعملهم إياه من ضمن نشاط العلاج الانشغالي بالمستشفى. وسيجري تنظيم معرض لكافة اللوحات بعد الانتهاء من الجولة الأولى التي تضم 10 مراكز ليعود ريعه لصالح المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة. بعد الإعلان، صفقة سلام مع إسرائيل برعاية ترامب. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها أمام قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا استعداده لعقد صفقة سلام تاريخية مع إسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تلوح بارقة أمل جديدة لصنع السلام مع التحرك المبكر لفخامة الرئيس ترامب وإدارته من أجل صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن هذا التحرك قد جاء في وقته. وقد أكدنا للرئيس ترامب خلال لقاءاتنا معه في البيت الأبيض وفي بيت لحم استعدادنا التام للعمل معه من أجل عقد صفقة سلام تاريخية بيننا وبين الإسرائيليين وفق حل الدولتين، ونحن في انتظار أن تستجيب إسرائيل لهذه المبادرة. وقد أكدنا كذلك للرئيس ترامب استمرار شراكتنا الكاملة معه لمحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم. تعزيزات عسكرية في الرقة، والجيش السوري يعلن هدنة حتى الخميس المقبل في درعا والقنيطرة والسويداء. تنطلق مفاوضات أستانا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية في جولتها الخامسة في العاصمة الكازاخية التي وصل إليها الوفد الحكومي السوري برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ويشارك في المفاوضات إضافة إلى الدول الضامنة للهدنة في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران الممثل الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ونواف وصف التل مستشار وزير الخارجية الأردني وستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. كما أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف أن المعارضة المسلحة أكدت كذلك مشاركتها في الجولة. يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا لا تخفي شيئا وهي تخلصت من الأسلحة الكيميائية على نحو كامل، مشددا في مؤتمر صحفي عقده في دمشق على أن بلاده لم تغلق مكانا واحدا أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتطرق إلى قضية خان شيخون في محافظة إدلب. أنا أؤكد نيابة عن الجمهورية العربية السورية بأن سوريا قد تخلصت من برنامجها الكيميائي بشكل كامل. لم تعد هنالك أسلحة كيميائية في سوريا، لم تعد هنالك مواد كيميائية سامة أو غازات قد تستخدم في عمليات حربية. نؤكد مرة أخرى على رسائلنا التي وجهناها إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لأن هنالك آليتان الآن تتابعان الملف الكيميائي وهي آلية التحقيق في نيويورك ولجنة تقصي الحقائق في لاهاي. أن الجمهورية العربية السورية ستقوم بتأمين كل الشروط المواتية لزيارة خان شيخون حتى آخر خط
للجيش العربي السوري. ميدانيا نشرت قوات سوريا الديمقراطية نحو 1000 مقاتل إضافي على خطوط الجبهة في مدينة الرقة شمالي سوريا بهدف مساندة الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش، وأكدت قياداتها أن هذه التعزيزات التي وصلت إلى الرقة هدفها الإسراع في عملية تحرير المدينة وتضييق الخناق أكثر على التنظيم الذي بات محاصرا من كل الجهات، ومن المرجح أن ينعكس هذا التعزيز على سير المعركة. ويأتي ذلك فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية أحرزت تقدما في جنوبي الرقة واستعادت السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها أمام هجوم مضاد من داعش. من جهة أخرى أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية أنه بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية جرى وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية أي درعا والقنيطرة والسويداء حتى يوم الخميس المقبل، محذرة من أنه في حال حدث أي خرق فسيجري الرد بالشكل الملائم. في نيجيريا أعلن الجيش انتصاره على جماعة بوكو حرام بعد تسليم أكثر من 700 مسلح من التنظيم أنفسهم للسلطات في ولاية بورنو شمالية البلاد، وأكد أن استسلام 700 مسلح من بوكو حرام للجيش يمثل إنجازا عظيما، فيما يواصل الآخرون تسليم أنفسهم. ويؤكد ذلك بوضوح أن الحرب ضد بوكو حرام قد حسمت، لافتا إلى أن بلاده ستتنفس الصعداء عندما يستسلم آخر من تبقى من الإرهابيين. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا. حلول ونصايح كتير اقترحوها الناشطين على تويتر خلت هاشتاغ بعز الشو بيتصدر لائحة الترندينج هاشتاغز. مع الحرارة المرتفعة جدا والشو يلي عم نعيشه بهالفترة حتى البطيخ ما نفع مثل ما قال أحمد. فاطمة كتبت أنه بعز الشو بالروحة على الضيعة مثل القعدة ببيروت. أما بودي فكتب على فيسبوك الحرارة اليوم مثل إجري 44. ونشروا المغردين فيديوز وصور مضحكة بتوصف الحالة يلي عم بعيشوها. نشرت إحدى الإذاعات عبر حسابها على موقع فيسبوك فيديو جديد من عرس بلدة بتغرين يلي سبق وعمل ضجة بعد إصابة المصور ريموم جاعس بسبب إطلاق النار يلي صار بالسهرة. بيظهر بالفيديو الصادم أحد المدعوين مايك صليبا وحواليه مجموعة من الشباب والمغني كارلوس. انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا برم العالم وأثار غضب كبير خاصة بتشيلي، حيث ظهروا أطباء عم بيتابعوا ماتش فوتبول هن وعم بيعملوا عملية جراحية لمريض. المشاهد بتفرج الأطباء داخل غرفة العمليات والمريض بين إيديهم، والمستشفى يلي وقعت فيه الحادثة فتح تحقيق وأكد أنه العملية انتهت بنجاح والمريض بصحة جيدة. لهون بنكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعوها على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة بأخبار جديدة. وفي الرياضة، رامي علي ملاكم يحقق البطولات في أوروبا تحت راية العلم اللبناني. 24 نزالا خاضها بطل الملاكم اللبناني رامي علي في مسيرته حتى الآن، حيث فاز ب 23، 17 منها بالضربة القاضية. وبال 2013 اخذت اول بطوله بروفي كامف عملته بالمانيا بمنطقه كريفيلد، ومن بعد هالماتش هذا استمرينا بالبروفي واخذت 2 انترناسيونال تيتل ومره دوتشي مايستر ومره اوروبا مايستر. علي حقق بطولات عديدة في ألمانيا حيث يعيش، وأيضا بطولات على المستوى الأوروبي، وهو من بلة مليخ الجنوبية متعلق جدا بوطنه لبنان، حيث لا يدخل أي نزال إلا وهو حامل العلم اللبناني. الشعور حلو لما تطلع أنت على الحلبة كونك حامل علم لبنان، لعب 24 مباراة 23 ربحان وهيك، فخر لي كوني اللبناني يعني.
البطل اللبناني يستعد لبطولة القارات التي ستقام في تشرين الأول المقبل وتضم أبرز الملاكمين من جميع أنحاء العالم. لما ألعب بطولة القارات هناك أنه بدي يصير بلسة العالم كلها أنك أنت بطل عالمي. قبل الماتش بثلاث أشهر لازم انتبه على وزني وبلش أعمل الرياضة يعني كل يوم. الماتش هو 12 جولة، بكل جولة 3 دقائق والباوز تبعتها 30 ثانية. لبنان حلوة، مناخها حلو، جبالها حلوة، بحرها حلو، وشعبها شعب طيب، بس يتوحدوا وهالشباب بقول لهم انه بعدوا عن المخدرات. دنيا شامبيونلوك عنوان كورما ماتش. والآن مع الجولة على أبرز عناوين الصحف ونبدأها مع عناوين النهار. الحكومة تبتعد عن لغم اللاجئين والتفاوض. الأزمة الخليجية رهن أجوبة قطرية سلمت إلى الكويت. من عناوين الأخبار، ترامب يرفع أسهم التسوية الخليجية 48 ساعة إضافية لحل وسط. الأمم المتحدة لا تتعاون مع المحكمة الدولية. أيضا في الأخبار، أموال وزارة الصحة، مستشفيات بسمنة ومستشفيات بزيت. من الأخبار ننتقل إلى الأنوار، بوادر انقسام داخل الحكومة حول معالجة ملف النازحين. تدريبات في الجنوب اللبناني على مخاطر مواجهة الأسلحة الكيماوية. أيضا في الأنوار، الجيش العراقي يقترب من إعلان النصر على داعش في الموصل. الدول الأربع تمدد المهلة لقطر. ومن الأنوار ننتقل إلى عناوين الديار، اجتماع اليرزي يعزز التكامل بين الأجهزة، لا للاسترخاء ولا للهلع. تحذيرات استخباراتية من الهجرة المعاكسة، لبنان على قائمة داعش. في المستقبل، المرعب للمستقبل، نتعامل مع المجتمع الدولي لا مع نظام هجر شعبه. عودة النازحين مسؤولية وأولوية أممية. أمير الكويت يتسلم الرد القطري على قائمة المطالب، والرياض تأمل أن يكون إيجابيا. الملك سلمان وترامب يبحثان تجفيف منابع الإرهاب. من المستقبل ننتقل إلى عناوين البناء، إسرائيل تتراجع عن تهديداتها وحزب الله يسخر منها ويرد، وجود الكيان سيكون على الطاولة. المقداد، ردنا سيكون مختلفا إذا اعتدى الأمريكيون. المهندس، طريق بغداد دمشق فتحناها ولن تقفل. المستقبل، يتخذ لبنان رهينة للسعودية في ملفي النازحين والعلاقة بقطر، والحكومة تؤجل النقاش الصعب. من عناوين البناء ننتقل إلى اللواء، أزمة النزوح في عهدة عون والسلسلة في عهدة الشارع. اتصالات لاحتواء التوتر الكهربائي، والنفايات تسابق حل خطوط النفط في مكب برج حمود. أيضا في اللواء، تدخل مباشر من ترامب لنزع فتيل الأزمة القطرية. الجبير يتوقع ردا إيجابيا من الدوحة، واجتماع رباعي في القاهرة لتقرير الخطوة المقبلة. من عناوين اللواء ننتقل إلى البلد، كباش التفاوض مع سوريا على الطاولة الحكومية. صخب بيبلوس، الجيش يقاتل آخر جيوب داعش في الموصل القديمة. محادثات أستانة 5 في موعدها. إلى الجمهورية، الملفات الضاغطة تقرع طبول الخلاف. قنبلة النزوح المتفجرة. من الجمهورية ننتقل إلى الحياة، واشنطن تضغط على قطر لتقديم تنازلات تمهد لمفاوضات. أيضا في الحياة، هدنة أستانا في درعا والقنيطرة والسويداء، فشل وساطة ملادينوف في غزة. ونختم الجولة مع عناوين الشرق الأوسط، الدول الأربع تدرس الرد القطري، هدنة في الجنوب عشية أستانا، ماكرون يطرح إصلاحات عميقة تشمل تقليص البرلمان ورفع الطوارئ، إيران تخشى توترا داخليا بسبب الجفاف وتحمل دول الجوار الأزمة. وفي الختام نذكر بعناوين هذه النشرة، حريق جديد لمخيم للنازحين في البقاع يودي بحياة طفلة،
حاملة طائرات أمريكية تسقط طائرة إسرائيلية. قطر توقف عداد المهلة وترد. قطر is not an easy country to be swallowed by anyone. انتخابات فرعية في طرابلس وكسروان. هل القوى السياسية مستعدة تعمل بروفا على الانتخابات النيابية القادمة؟ السلك الدبلوماسي للعازبات فقط. هذا مش إنجاز، يعني يكون هذا أقل شيء أننا نعمله. ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.